مونيك دي سيلفا. دي مونيك دي سيلفا هو واحد من نجوم النادي الاهلي واللي انتقل لنادي الزمالك، كان حتى احرز هدف مشهور جدا في نادي الزمالك وانتقل لنادي الزمالك ايام تقريبا نجمنا الكبير احمد حسام ميدو، لانه كان عنده قناعه بيه بشكل كبير جدا. دومونيك دي سيلفا قرر مسانده بعثه الزمالك في السنغال وحضر النهارده تدريبات الفريق، بعد كده راح لهم الفندق عشان يسلم على اللعيبه، ودي لفته طبعا كويسه جدا من لعيب لعب لنادي الاهلي ولعب لنادي الزمالك.